باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس. الكنز بتاعنا النهاردة بنعمة ربنا من إنجيل القديس يوحنا، وفيه بيتكلم الوحي الإلهي إن الوحدانية اللي في الثالوث القدوس مثال لينا إحنا نكون واحد مع الله وواحد مع بعض. فنلاقيه بيقول كده في إنجيل قديس يوحنا أصحاح 17 آية 20 من أولها، يقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. يعني المسيح له المجد مش بيسأل من أجل التلاميذ والجيل الأول بس، لكن كمان اللي هيؤمنوا بكلام التلاميذ وكرازة التلاميذ. تسأل ليه يا رب؟ عشان إيه؟ إيه غرض السؤال؟ يقول إن غرض السؤال ليكون الجميع واحد. يبقى الوحدانية هي مطلب الله، كما إنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك. ودي مثال الوحدانية، نبقى ببعض. لما يكون إنسان في حاسس بأخوه تماما، وحاسس أخوه حاسس بيه تماما، وأنا في الله، فمشيئتي ماليش مشيئة، مشيئتي هي مشيئة الله، والله فيا بيعمل فيا، وأنا بنفذ إرادته كاملة ومشيئته كاملة، مش بطلب لنفسي حاجة. هي دي الوحدانية. وبعدين يكمل ويقول: يكونهم أيضا واحدا فينا. يبقى احنا هنا هوت، يبقى لنا وحدة مع الله، واحدا فينا، في الله، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. ولما تتحقق الوحدانية دي، هنا هو يظهر مجد ربنا وقداسة الله فينا، فيؤمن العالم إن الله الآب أرسل المسيح ابنه الوحيد للعالم. بعد كده نلاقيه يقول لنا: وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. المجد اللي ادهولنا المسيح هي طبيعته اللي فيها قداسة، اللي خدناها في المعمودية، طبيعة جديدة، ولادة جديدة، اللي فيها السلام، اللي فيها النعمة، اللي فيها الطهارة، اللي فيها الحق، اللي فيها الحكمة اللي من فوق، اللي فيها الخضوع لله الآب، وإحنا بنخضع له لأن بنحبه. أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحد. تاني الوحدانية. يبقى مثال الثالوث القدوس، ثالوث في واحد، ونحن أيضا نكون واحد، ليكونوا واحد كما أننا نحن واحد. بيشبهنا دايما بوحدانية الثالوث ببعضه. الثالوث القدوس في وحدانية كما أننا واحد. المسيح بيقول كده: يكون واحد كما أننا نحن واحد. أنا فيهم، يبقى المسيح فينا، وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد. يبقى احنا الوحدانية دي والاتحاد ده بالله من خلال المسيح. انا فيهم وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد، وليعلم العالم انك ارسلتني. تاني نفس الآية اللي قلناها المرة اللي فاتت، العالم بكده يعرف انه ارسل، ان الابن ارسل الى العالم، لما يظهر مجد الاب والابن وقداستهم يظهروا فينا إحنا. ويكمل ويقول: وأحببتهم كما أحببتني، وأحببتهم كما أحببتني. فعلا ما أجمل هذه الآيات العجيبة اللي عايزانا نبقى واحد في الله عن طريق المسيح اللي هو المجد، لما نتحد بيه ويكون لينا القداسة والمجد بتاعته. ما أجمل هذا المثال، مثال الثالوث القدوس اللي بيوحدنا، وزي ما بيقول كده: جعل الاثنين واحد، أي السماء والأرض. ربنا يدينا إن احنا نكون في وحدانية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها، آمين.